عندما انا سامعك. طيب ماشي. انا بصراحه اولادي تعبني كده، كلهم مش طايقني، وابني ما بيدخلنيش شقته، مراته وحشه معايا قوي، والناس كلها ضدي كلها، مع ان انا بصلي وبصوم يعني، وبعمل كل وبطلع زكاه وكل يعني، الحمد لله ربنا اللي اعلم بيه. فلاقي ولادي كده ما بيدخلونيش بيتهم بتاع، ما بيش بيحبوني. انت عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي 5 عيال وجوزي متوفي اصلا، عندك فاولادي 5 اولاد، الخمسة ما بيدخلكوش بيوتهم؟ يعني يدخلوني كده عشان مصلحتهم يعني، يعني يقولي بس عشان مصلحتهم، اقعد لهم بعيالهم بتاع كده يعني، يعني حضرتك قاعدة لوحدك بعيد عنهم؟ قاعده لوحدي. يعني كلهم كده ما اعرفش، ويخبوا عليا كل حاجه وبتاع، مش بيحبوني، ما اعرفش في ايه طب بالظبط. مين بينفق عليكي من ابنائك؟ لا انا ما حدش بيصرف عليا، انا جوزي سايب لي معاش، الحمد لله الحمد لله مستوره يعني، بتطلبي منهم طلبات معينه وما بينفذوهاش؟ لا ما حدش يعني، مثلا اقول له ركب لي لاند، اعمل لي اي حاجه بتاع، الناس مش استضعفاني، يتخانقوا معايا طيب عشان عارفين ان انا ضعيفه، ومش ما حدش واقف جنبي، طيب والناس طيب طيب كلها اسمعيني ضدي، مع اني مش عارفه ده ابتلاء ولا انا طيب عملت كده. اسمعيني حضرتك، اسمعيني حضرتك، الله يكرمك. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بتتكلم عن 5 من الأبناء كلهم يعني بيبعدوا عن الأم، أو المعاملة مع الأم قليلة جدا، لو طلبت شيء ما بينفذهوش. الصحابي الجليل، وإحنا بنتكلم عن مقام يعني الجهاد، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يستأذنه في الجهاد وأخبره بأن أمه على قيد الحياة، قال الزم قدمها فثم الجنة. يبقى أولا بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك ده ابتلاء، أيوة ابتلاء إن شاء الله، واصبر عليه ورفع لدرجتك عند الله عز وجل. ما أعطي أحد عطاء أوسع من عطاء الصبر، اصبري ولك الأجر كاملا من الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للأولاد، يعني خطابي للأولاد أو لكل من يعق أباه أو لكل من يعق أمه، اعلم أن العقوق دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة. إن بذلت البر لوالديك سخر الله أبناءك لبرك، وإن بذلت العقوق لوالديك والله سخر الله أبناءك لعقوقك. دين يقضى في الدنيا قبل الآخرة، الكلام ده مش من عندي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 2 يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، إيه هما يا رسول الله؟ قال البغي وعقوق الوالدين. البغي وعقوق الوالدين، يعني أنت تكون عند حذاء أمك وعند قدم أمك فهو باب مفتوح لكم إلى جنة الله تبارك وتعالى. احذر من دعوة الأم، إن دعت على واحد فيكم والله سيستجيب الله تبارك وتعالى دعوتها. إلزم قدمها فثم الجنة. والأخت السائلة بقول لها يعني صبرا واحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى، يعني إن شاء الله مأجورة بين يدي الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يهدي لك أبناءك وأن يهدي أبناء المسلمين جميعا لبر آبائهم وأمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أعرابي يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ أبويا وأمي ماتوا، في باب للبر تاني؟ قال له نعم، الصلاة عليهما. ده بعد الموت؟ أيوة بعد الموت. يعني إيه؟ يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. يبقى حضراتكم مأمورين، كلنا مأمورين بالبر في حال الحياة وبعد الممات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. نعود إلى حديثنا. يبقى إذن السعي على الأرملة والمسكين جهاد في سبيل الله؟ أيوة جهاد في سبيل الله. اللي بيأكل واحدة محتاجة بيبقى مجاهد في سبيل الله. اللي بيعطيها يعني أموال تحتاج إليها بيبقى كالمجاهد في سبيل الله. إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. بإنسان صوام قوام بين يدي الله تبارك وتعالى. يا ترى نحصل على الأجر ده إزاي؟ بعشر ذي الحجة، اللي هي الـ10 أيام، الـ9 أيام والعاشر اللي بيكون عيد الأضحى، اللي بتسبق عيد الأضحى، 9 أيام اللي سابقين لعيد الأضحى، والعاشر اللي هو يوم العيد.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك.